مع كابتن احمد مختار. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل تمرين السكوات او الكور فصام. تمرين السكوات طبعا من التمارين المهمه اللي بتشغل الجزء السفلي للجسم واساسي الكواد سيتس، يعني العضله الاساسيه العضله الرباعيه بتاعت الرجل. طيب التمرين بيبقى عباره عن ايه؟ انا بقف ضهري مخدود وبنزل بالمنظر ده كده. ستيب باي ستيب كده من الاول. لو انا ما بقدرش العب سكوات بالمنظر ده هعمل ايه كبدايه؟ طبعا قبل ما العب السكوات لازم اتاكد ان انا ركبي سليمه ما فيهاش اي مشكله، تمام؟ لازم اكون صحيح جدا. طيب اقف، لو عندي كرسي لو عندي ديسك لو عندي اي حاجه، وبحط عليه بالمنظر ده. تمام؟ ده بالنسبه للبدايه للناس اللي ما بتعرفش تلعب سكوات خالص. تمام؟ طيب انا تمكنت من كده ابدا العبها. العبها خالص ازاي؟ في اكتر من شكل. كبدايه لو انا وزني تقيل على رجلي هنزل بس النزله دي كده. تمكنت من النزله دي هنزل 90 درجه. طبعا لازم ابقى نازل على كعب رجلي ومش رجلي ما نزلش عليه. في ناس بتغلط وبتعمل كده اهو. لا ده غلط، ده هيأذي معانا الركبه واكيلس من ورا التندون الخلفي ده. طيب انا بنزل بالمنظر ده كده. طب تمكنت من نزله 90 وعندي مرونه في الحوض عندي والعضلات السفليه بتاعتي انزل ديب سكوات بالمنظر ده كده. طيب ناس كتير بتتناقش بتقول الديب سكوات مؤذي بالنسبه للركب. لا ده مش صح، مش صح خالص. الفكره في الديب سكوات النزول تحت خالص تحت 90 درجه بيشغل مسل جروب اكتر، يعني بيشغل المجموعه العضليه بشكل اكتر فعاليه. تمام؟ فهو مفيد جدا لعضلاتنا اكتر من الزاويه 90 درجه. حتى لو نلاحظ لاعبي رفع الاثقال دايما لازم ينزلوا ديب. في الكليم في الجيرك في السناتش في كل الكلام ده لازم ينزلوا تحت خالص. ومش بيتأذوا، الموضوع ملوش علاقه باذيه الركبه، تمام؟ الفكره في المرونه. يعني محتاج تاهيل اكتر. ما ينفعش واحد مبتدئ ينزل 90 درجه على طول كده. لا ده غلط، لازم يتاهل الاول، يعني لازم يعدي على كل المراحل، تمام؟ طيب ده السكوات بوزن الجسم. طب تعالوا نبص على نوعين مهمين بالسكوات بالبار. في عندنا نوعين. في الباك سكوات، في الفرونت سكوات. هنتفرج عليهم ونشوف ايه الفرق ما بينهم. عندي باك سكوات، انا بمسك البار كده وبنزل نصه بالظبط، باخد البار معايا، راسي دايما فوق، فاتح رجلي تبقى باكبر من مستوى كتفي حاجه بسيطه، وانزل باخد نفس واكتمه، بكتمه في بطني يا شباب وطلعه انا طالع. تاني لازم اخد النفس بالمنظر ده علشان احمي ظهري يا شباب، تمام؟ طيب تاني برضه في 90 درجة بالمنظر ده وفي ديب سكوات بالمنظر ده. طبعا على حسب ما انا مؤهل لل 90 درجة ولا بقيت متطور اكتر وبنزل ديب سكوات. الديب سكوات افيد، ما فيهاش اي مشكلة باذن الله على الركب طالما الركب سليمة وانا بلعب بأداء صح. طيب الفرونت سكوات. فرونت سكوات في الباك سكوات انا بحطه على ظهري، فالعضلة المساعدة عندي اساسيها بيبقى اللور باك والظهر، تمام؟ طيب الفرونت سكوات حركة فيها تكنيك اعلى وفيها بالانس اكتر وبتبقى معتمد على قوة كتافي. طيب قوة كتافي وبطني في البالانس، بمعنى هعمل ايه؟ فرونت سكوات انا بمسك البار بالمنظر ده كده، تمام؟ احطه بالمنظر ده على كتفي، راسي فوق ظهري مفرود، ظهري لو اتعود لقدام البار حلو فلازم راسي فوق وظهري مفرود وانزل هوب. برضه النفس ده اساسي. you
فرق ما بين الباك والباك سكوات والفرونت سكوات في العضلات المساعده. كده كده الكوادريسبس شغاله معايا تمام، هو الفرق في العضلات المساعده وفي البالانس. يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.